لو باقي في عمري شوية وقت أحب أشوفك آخر حد وأغمض عيني على شكلك من بين ملايين عشاق الأرض. الأغنية بدأت تقريبا من سنتين ممكن أكتر شوية، كان الشاعر باسم عادل جاب لي دخول كلام وقال لي ايه رايك في الدخول ده. طبعا الدخول كان باين ان في حاجه هتبقى كويسه جدا بس احنا مش عارفين هي رايحه مننا على فين. فقلت له طب خلينا ايه نفكر نسيب الدخول ما نقعدش ما نشتغلش، تعالى اي حاجه نحسها نكتبها ونجرب يعني. قعدنا مش بدون مبالغه يعني حوالي سنه ولا شويه سنه وشويه على ما بدانا الاغنيه تبان. وبعد ما صارت هالاغنيه جاهزه توجه احمد لمحمد منير عشان يكون اول شخص بيسمعها. سمعتها له عجبته جدا جدا وسالني على الشعر، قال انا عايز اشوف الولد ده. فكلمته وراح قعد معايا طلب منه شويه تعديلات صغيره وخلصت الاغنيه والحمد لله يعني نزلت وعجبت الناس الحمد لله. ولكن هالتعديلات كانت جدا بسيطه. هو ما شالش كلمه، هو يعني كان يعني غيرنا حرف غيرنا حاجه في الضمير بس، يعني ما شلناش حاجه من سياق الغنوه ككل يعني. وهالاغنيه اللي صار سامعها اكثر من 1,800,000 كثير استغربوا انه مدتها بس دقيقتين، الشيء اللي ما تعودنا عليه من منير. هي رساله، فهي حلاوتها في كده، انت تحس ان هي قصيره جدا فتوجد تسمعيها تاني فدمها خفيف مش تقيلة يعني. ورغم انه منير حب الاغنية الا انه احمد فرحات ما كان على علم اذا هالاغنية حتكون من ضمن الالبوم. بصي انا تقريبا كنت عارف ومش عارف يعني، هو برضو في اغاني كتير انا عاملها مع منير ما نزلتش لسه، هو بيبقى عارف بس القرار هو بياخده بناء على حالته. انا قلت لك انه هو ما بيحسبش، ما فيش اداره فنيه خالص في الحكايه، ان انا هحط كذا اغنيه في الالبوم وهعمل اغنيه مقسوم وهعمل اغنيه ستايل، لا لا خالص ما فيش الكلام ده. فهو النهارده الحاله حصلت كده وخلاص صدقها، يبقى انا هنزل اغنيه في الالبوم. وايضا على حسب حال الاغنيه تم اختيار صوره البوستر الخاص فيها، فباول عمل طرحه منير طقطقيه شفناها بصوره عفويه بتظهر الفرح اللي بتعبر عنه الاغنيه. طق طق طقي رين رين يا جرس، قلبي راكب على الفرس والفرس طوح طوح. وبالاغنيه الثانيه لو باقي في عمري شفنا منير بصوره بتوحي بالذكريات والتامل. والدفى لما اسمع نفسي لو باقي في عمري شوية وقت. أما الصورة اللي رافقت أغنيته الثالثة أهل أول فكانت بتعبر عن أصالة الماضي. أهل أول يا فل يا كادي يا كمل. وهالصور تعاون فيها منير مع المصور حسام دياب اللي كان عنده قوانين صارمة بتبدأ من قبل جلسة التصوير. قلت له انت عارف طبعا قوانين فعايزك تلتزم من هنا ليوم التصوير بالقوانين بتاعتي. عملت زي الدكتور كده، كتبت له الروشتة تنام الساعة كام وتصحى الساعة كام وتحرص على انك تاكل لانه بينسى نفسه، ووقت التصوير يوم التصوير هنصور الساعة كذا فتصحى الساعة كذا. وهو التزم، هو بيسمع الكلام علشان يعني اولا نمرة واحد لانه هو عايز صورته تطلع حلوة، نمرة اتنين لانه يعني هو بيثق فيه. يعني اللي بنفهمه من حسام انه تعب الكينج، اللي انا بقوله له بيعمله، لدرجة ان انا ساعات ببقى مشفق عليه ان انا ابقى ايه يعني بحمله فوق طاقته بجهده يعني. فكنا بنصور ونريح وبعدين نصور تاني وبعدين نريح عشان ايه ما يبقاش المسائل صعبة. وباقي في عمري شوية أحب أشوفك آخر حد وأغمض عيني على شكلك من بين ملايين عشاق الأرض.